إنه نتاج 35 عاماً، أحجار بألوان متنوعة وأحجام مختلفة جمعها سربست مجيد خلال عمله في مجال الجيولوجيا ليؤسس له متحفاً خاصاً للأحجار الكريمة بأحد المنازل التراثية بقلعة أربيل الأثرية. أصبح المتحف وجهة لعشرات الزوار والمئات من طلبة المدارس والجامعات رغم ضيق المكان. ناس مختلفين، سواح من خارج العراق وداخل العراق وداخل الإقليم، إضافة إلى الآن المتحف أربيل للأحجار والأحجار الكريمة يعتبر مختبر للجامعات للأقسام الجيولوجيا والهندسة، وإضافة إلى ذلك يومياً يأتي إلينا طلاب المدارس كزيارة علمية. بعض الأيام نستقبل 1000 طالب ويدخلون المتحف مجاني. مئات النماذج من الأحجار الكريمة تزاحم بعضها على الرفوف، وضعت بشكل منظم مع شروحات لكل تحفة، إلا أنها تتعب نظر الزائر، لكن هذا ما تسمح به مساحة المكان. ورغم الإقبال الكبير عليه من قبل زوار قلعة أربيل من مختلف الجهات، إلا أن سربست لا يحظى بدعم حكومي، حيث اقتصر دعمه على الجانب المعنوي فقط. سيكون من الأفضل توسيع المتحف لأن معظم المعروضات قريبة من بعضها، وهذا على ما يبدو بسبب ضيق المساحة، ولكن مع هذا استفدنا كثيرا من الأشياء المعروضة. فاجأنا بهذا المعلم، يعني أكثر من رائع، تحف وآثار ومتحجرات. من حلم صغير إلى مشروع يلقي رواجا، لا يتوقف طموح صاحب هذا المتحف في إطار هذه الجدران وسط أمنيات بنقل خبرته وتجربته إلى مدن أخرى في البلاد. حميد زباري، الحرة، أربيل.